كما جرات هذا الشهر ضمن تحلموا خبير الامور. حنا هذه الوقفه الرابعه عشره نقف ونحتج على حق ديالنا مكتسب حسب البند 68 من القانون الاساسي اللي كيخول لي الركوب في الحافله بالنسبه ليا والزوجه والابناء اللي هما تحت الكفاله اللي في سن تندروس. كنا كنتعطوا بهذا الامتياز وحق ديالنا حسب البند 68 من القانون الاساسي اللي كيشير على جميع الوكالات ديال الامتياز في الوطن الحبيب. هاد الارزه ملي جات تدبر القطاع جازونا على المكتسب بحيث كيطلع المتقاعده والارمله تيقول لك تخلط تقول انا راك انا مستخدم سابق بالوكاله وبنقل وين تيقول له احنا ما عندنا علاقه بكم انتم. تيقول لي علاش راه عندي منفرس يقول لا انتم ما عندناش الاتفاقيه. اذا هذا مجلس المدينه السابق دار العقده وما حطتش فرقاء اجتماعيين والصفقه تمت في ظروف غامضه والمتقاعد غير مدمج. لماذا؟ شنو مطروح؟ حنا هاد ارزه كتحرمنا من البطاقه واش هاد ارزه كتحرم المتقاعد ديالها؟ ما يمكنش. حنا ناس كهول 70 75 66 سنه وتيشخصونا ف عند الدوائر الامنيه كنلقاو الناس ديال الامن كيتفهموا الوضع كيحلوا المشاكل. لهذا حنا على متشبتين وعدتنا العمده بركم على النواب ديال العمده بدون جدوى كيعطونا عدو لي بران والوعود الكاذبه وما كاين والو. اليوم غدا هذه الوقفه 14 واليوم هنا وسنبقى نبقي غنوقفوا امام ارزق وسنتردد الوقوف الوقفات هنا امام ارزق تاخذوا حقنا مهما كلا في الثمن. راه من اربعه الناس غنبقاو نلاضوا. لهذا حنا متثبتين بالبونت 68 من القانون الاساسي اللي تيخول لي الركوب بالمجان للمتقاعد وللزوجه والارمله والابناء تحت الكفاله وحقنا لن نتنازل عنهم ما كلا في الثمن. لهذا لازالت ايدينا ممدوده وعدونا سيدي العمده كتقول ودي عندي مشاكل ما كنعرفوا هذه الدار البيضاء ما لها وما عليها والمخلفات ديال المجلس السابق ولكن حنا ندخلوا حنا ندخلوا في الخانه ديال هذه المشاكل. راه حنا غير نقطه في واد نقطه في واد راه بطاقه لا سوى تغني من جوع راه الطوبيس ها 76 واحد طالع متقاعد او جوج راه ما كاينش مشكل. راه ماشي كنقولها ديما ماشي غير بطير الرويد حشومه هذا الحق ديالنا يسواد واحد هذه الوكالات واحد عدد الوكالات او المؤسسات اللي تابعين للدوله كيقول تاعهم كيبقى يتمتع. كنقول مثلا الناس ديال الشركه الحاديه الطيران لوين جميع القطاعات الا نحن خصونا. لماذا؟ هذا راه ظلم هذا راه حق ديالنا كيعطونا راه راه ياخذ الحق نمشيو للقضاء والقضاء سيرصفونا. حنا عندنا ثقه في القضاء ولكن الا بعد استنزاف جميع المحاولات. حنا ناس مسالمين نعلو ما علينا لازالت ايادينا ممدوده للحوار والجلوس على الطاوله. هاد الناس ما كتسوقوهاش كتطلعوا للشراجم هما يحافظون على المكتسبات ديالهم الامتيازات حقهم هذاك يدافعوا عليه وندوا لي البطاقه ديالي. لماذا؟ الوطن راه للجميع ماشي للفئه دون اخرى. وكيبقى شعارنا الخالد الله الوطن الملك.